السيد عبد الله حرفوش موجود معنا اليوم، خبير مالي واقتصادي، وموضوعنا هو العملات الرقمية. وبس وصل لعنا عبد الله حرفوش، كل الشباب عندهم 100 سؤال على هالموضوع، واكيد انتم كمان عندكم اسئله كثيره. لنشوف شو وضع العملات الرقميه بلبنان، وهل البيتكوين هي الوحيده؟ لا، الهيئه في كثير طرق ثانيه للتداول بالعملات الرقميه. اهلا وسهلا فيك. وشكرا لكم لاستضافتنا كرمال هذا الموضوع اللي كثير مهم وكثير اخذ ضجه هيدي الفتره. يعني كل العالم هلا صارت على الكريبتو كارنسيز، على العملات الرقميه، والبيتكوين هي مثل كل العالم يفكروا العملات الرقميه هي البيتكوين، واللي هي لانه الليدنج كارنسي واكثر عمله عم ينسمع فيها وعم ينحكى فيها. ولكن حقيقه هو في كثير عملات رقميه، واليوم لها تكنولوجي من وراها، لها نظام معين من وراها. هلا شو الفكره الاساسيه؟ اليوم اساسا مثل ما بنعرف من زمان، كان العالم لحتى تقدر تبدل بضاعه بين بعضها كان يا اما في العملات النقديه. اول شيء بلشت بليرات ذهب، واحد يقيم كل شيء ملموس بذهب. بعدين انتقلنا لشيء اسمه عملات نقديه. بعدين لحتى نخفف القصص الفيزيكال بايدنا صار في شيء اسمه تشيك بانكير من البنوك، بيصدروا تشيكات. من بعدها صار في الكريدت كارد، الديبت كارد، والى ما هنالك. هلا فتنا بشيء اسمه فنتك كمان قبل، يعني اليوم المصارف صار فيك بابلكيشن اونلاين عم تنزليها، تقدر تحولي من بنك لبنك، من حساب لحساب. فكرمال هذا الشيء نحن بعدنا رايحين على شيء اسمه de-materialization للعمله. يعني اليوم تنوصل لمطرح عم نتداول بامور رقميه، يعني هلا عم نوصل للتوب تبعها، عم نوصل لعملات رقميه. بدل ما الواحد يضطر مثلا فور اكزامبل انا بلبنان بدي احول مصاري على امريكا او بدي احول مصاري على اوروبا، بدل ما اضطر اعمل هذا الشيء من خلال مصرف معين، اذا انا عندي وولت رقميه، يعني مثل محفظه رقميه، والشخص اللي بوجهي عنده محفظه رقميه بنفس الوقت، بحول له بظرف ثواني من هون لهونيك بلا ما ادفع الفيز اللي بدي ادفعها، وبلا ما اضطر اني اقطع بالثيرد بارتي اللي هي المصارف. بس يعني بالعمله الملموسه مرجعيتك هو البنك 100%. بالعمله الرقميه مرجعيتك شو هي؟ هيدا هلا اللغط اللي صار فيه هذا الموضوع والخوف اللي صاير. يعني اليوم مصرف لبنان بتقريبا 19 كانون الاول 19 ديسمبر 2013 اصدر تعميم رقم 900 للمصارف للمصارف للهيئات المالية، للشركات المالية وغيرها، تتداول الوساطات المالية وغيرها، أنه ما يصدروا عملات رقمية وما يتداولوا فيها. ولكن هي عم نحكي من 4 سنوات. هلأ مع التطور الزيادة بهذا الموضوع ومع المعرفة الزيادة فيها، بعده التعميم هو ذاته، ولكن بتوقع بالمستقبل أنه نبلش نفوت أكثر وأكثر فيها هذه الأمور، حتى مصرف لبنان يبلش يشرعنا تدريجيا وهي تتشرعن عالميا. هلأ الفكرة وين؟ في نظام وراء هول الكريبتو كورنسيز اللي هو البلوك تشينز. بلوك تشين بيجوا مثل بلوكس، من خلالها اليوم رح نعمل كومباريزون صغيره او مقارنه صغيره. المصارف هي موجوده مثل ثيرد بارتي، مثل وسيط بين شخص معه مصاري وشخص ثاني معه مصاري او ما معه لحتى يبدلوا بين بعضهم. اليوم لما بنحكي عن سريه مصرفيه او معلومات مخبيه، المصارف هي عندها هيدي المعلومات. الاشخاص مثلا انا ما بعرف مثلا فور اكزامبل اكس شخص شو عنده بغير مصرف. البنك هو اللي عنده كل المعلومات عنا. من هيك واحد بيروح على المصرف تيفتح حساب يمضي شيء اسمه كي واي سي، يعني نو يور كاستمر، البنك يعرف مين هذا الشخص يلي عم يفتح حساب عنا. بينما البلوك تشين ونظامه منبنى على طريقه اوبن بوك، يعني اليوم هيدا الشخص يلي عنده محفظه بيكون لها رقم هيدي المحفظه الالكترونيه، لما بيقرر يشتري او يبيع اونلاين في مجموعه اشخاص، ممنوع مجموعه كمبيوترز بالعالم، مجموعه بسمون ماينرز، بعدين هول الاشخاص اللي هن دي ابروف هيدي العمليه تيتاكدوا من كل الريكورد من اول ما فتح الوالد تبعه لحديت ما وصلت هلا، انه الرقم والفاليو المحطوطه هيدي مزبوطه. يعني وقت ما بلش معه صفر من هيدي العمله لوقت ما هلا معه يمكن 5000 10000 20000 دولار ما يعادلها بالعملات الرقميه او غيرها. سو هون الابروفمنت بصير decentralized. من هيك اليوم العملات الأجنبية هي decentralized، وهيدا نظام البلوك تشين اللي عم نشوفه هلا واللي عم نحكي عنه، هيدا نظام رقمي عالمي موصول، يعني هو رح يوصل كل هالأمور ببعضها. من هيك اليوم في عدة أنواع عملات،
في عملات مثل البيتكوين، في غيرها مثل الريبل، مثل الالتكوين، مثل غيرهم. مثلا ريبل فور اكزامبل، هيدا عمله اوند باي 70% من البنوك. البنوك هي خلقتها لحتى تخفف الترانزاكشن بين بعضهم، ما يكون بدها وقت، ما يكون بدها فيز عاليه، وتكون سنترلايزد هيدي بين البنوك. بينما في غير عملات ممكن تطلع يمكن كرمال الريل استيت، انا اليوم بدي اتداول بالريل استيت بعملها. هلا المشكله اللي عم نقطع فيها، تقول لكم شغله، المشكله اللي عم نقطع فيها انه بعد ما في ريجوليشن عالميه لها. مع هذا كله منا الليجل، بمطرح منا ما فيها ريجوليشن هي الليجل. اوكي، بمعنى الليجل ما تفوتك على الحبس، بس الليجل يعني ما فيك تتداولي فيها بلبنان مثلا فور اكزامبل. ما في روح على مصرف مثلا قل له ليك انا معي بيتكوين هدي حول لي اياهم لدولار. أوكي. ولكن هيدا الشيء ببعض البلدان بعد ممكن تبلش تصير برا، وبالنظام الكتروني يعني اكثريه اليوم المصاري اللي عم تندفع هي عم تتداول الكترونيا. انا بدي اشتري تيكت اونلاين، انا بدي اعمل امور اونلاين، بس برات لبنان عم تقدري تعمليها. وهون كمان يعني بتقدر تصرفها اكيد، يعني اليوم في عده طرق تتصرف فيها باكتشوال ماني. فور اكزامبل اذا انت عندك والت، عندك محفظه الكترونيه، وعندك بقلبها بيتكوين، اجى شخص بده يشتري بيتكوين، فيك انت تحولي له هيدا البيتكوين رقميا وتقبضي منه مصاري كاش. هي اذا عم تحكي هي شخصيا. شخصيا هلا عالميا في بعض الشركات والوسطات الماليه وغيرها، هولي لما انت بتجي بدك تشتري بيحولوا لك اياهم مصاري، هن بيشترون منك وبيعطوك كاش مصاري بالمقابل. ولكن تنحكي عن مصرف مركزي امريكي، مصرف مركزي اوروبي، عالمي، المصارف العالميه بعد ما بلشوا رسميا يتبعوها، ولكن بطبيعه الحال تدريجيا رح يتبعوا هالامور. هلا من هلا لوقتها الشغله اللي بدنا ننتبه لها، في كثير عملات رح تختفي، في كثير عملات رح تطلع جديد. لانه وقت بيصير في ريجوليشن أكتريتها إذا صارت سنترلايز، في عملات هي رح بتكون متبعة من قبل البنوك ورح تكون أبروفد ومصدق عليها، فبتصير مشرعنة، رح تكون مشرعنة ورح نقدر نتداول فيها وتكون أأمن. أأمن أكيد لأنه في ريجوليشن عليها. بس هي المشكلة هلأ رح يصير كونفليكت قريباً، أنه معمول البلوك تشين كرمال لحتى ما يكون فيها تدخل بالمصارف. يعني هيدا الكونفليكت اللي عم بيصير، معموله انه هي ما يكون تكون بين شخص وشخص، بلشت بغي معينه وراح تكمل بغي مختلفه او بطريقه 100%. هلا هي غيتها الاساسيه تكون ديسنترلايز، يعني انا اقدر احول لك بلا ما افوت بقصه بنك ولكن او غير شركات ماليه. بس حتى لو تبعوها البنوك رح ضل يعني الترانزاكشن رح تضلها مثل ما هي، رح تضلها مثل ما هي. ولكن كيف رح بتصير؟ مش من خلال البنوك، يعني انا اليوم ما بقى اتعاطى معك فور اكزامبل من خلال بنك. اوكي، انا بصير اتعاطى معك دايركتلي، يعني بصير انا احول للبنك دايركتلي. أوكي. والبنك اذا بده يحول لك بيحول لك دايركتلي، بصير بين شخصين. نحن اليوم بعالم دائما في بس بيرجع البنك بالنص بشكل من الاشكال، بدنا نشوف هو كيف رح يقرروا الريجوليشن انه يرجعوا هن بالنص. هي معموله تما يكون في بالنص حدا، تيكون ديسنترلايز بالعالم. هلا مين رح يرجع يعمل لها سنترلايزيشن؟ هيدي هون السؤال بيرجع ببلش. بس مثل ما هي اليوم، هل هي امنه؟ مثل ما هي كنظام بلوك تشين عالمي اتس امنه. لانه البلوك تشين حيلا عمليه بدها تنعمل اتس ابروفد باي عده انظمه عالميه. أوكي. وكمبيوترز عالميه، هول بسموهم ماينرز بعدين، واز يعني كريورد لهم بصير يطلع لهم ماينرز، يعني بيرجع بيطلعوا عمله جديده من هيدي العمله لحتى هن تو ابروف. يعني كيف واحد مدقق حسابات، في مدققين بالعالم كله مش ببلد واحد، هيدا الشيء اللي بخليها فيري سيف بالنسبه لإلي. لانه بالعالم كله في مدققين عم بيدققوا بكل عمليه عم بتصير، مش بس سنترلايز واحد. يعني تخيلي شخص بامريكا، شخص بالبرازيل، كمبيوتر يعني او نظام معين باستراليا، باليابان، بإلى ما هنالك، كل هول عم بياكدوا على هيدي العمليه اللي انت عم تعمليها. سو ما بيعود في حدا يقدر يزعبر مثل ما بيقولوا، رح بيكون بيور ديسنترلايز. وهذا الشيء اللي بيخلي البلوك تشين والتكنولوجي تبع البلوك تشين فيري سكيور. تنقول صارت شرعيه والبنوك عم يتعاملوا بهالعمله الرقميه، كيف بيبدا العمل او كيف بيبدا هالحساب الرقمي؟ بحسابك انت بتحول من دولار، من حسابك من الدولار اللبناني او اللبناني او اليورو لا هالعمله الرديفه الالكترونيه، بس عبر البنك. عبر البنك اذا البنك بيقدر ياخذها، وفيك ساعتها عبر البنك تحوليها لكاش بعدين. أوكي. هذا المطلوب يصير بالمستقبل. يعني اليوم انا عندي حساب مثلا بالدولار، في 1000 دولار،
بيجي بقول للبنك فلان انا بدي اشتري من خلاله هيدي العمله الرقميه، يعني يمكن بكره يصير عندنا لمصرف لبنان عمله رقميه لإله، يصير عم يتداول فيها بين البنوك كمان، وهذا المفروض يصير، ما في احكي نيابه عن مصرف لبنان، هو بيعرف شو رح ينعمل، وحكي مصرف لبنان هو بيعرف شو رح ينعمل. ولكن بتوقع انه هيدا الشيء يصير تدريجيا، وانس زاد الوعي وزادت الاويرنس على شيء اسمه ديجيتال كرنسي او على العملات او على نظام البلوك تشين كله بحد ذاته. هالعمله الرقميه رح تهين التداول بالعملات بين سريع. البلدان بس اكيد وبين العالم. بين العالم كيف؟ بين يعني العالم. اليوم انا بدل ما انا اليوم اشتري كنزه يعني لا هلا كنزه غير موضوع يعني حسب بعدني على الكارت ايه. هون عم نحكي بس عن العملات وقيمتها ما بكره بيصير في كارت للعملات الديجيتال كرنسي يعني انا بروح اشتري بدفع على الكارت عادي ولكن بالديجيتال كرنسي تبعي وما يعادلها بالدولار او باللبناني من هيك انا بقول في عالم اول ما طلعت الديجيتال كرنسي قال يلا هيدي نهاية الدولار واللبناني واليورو وغيرها يعني العملات العادية لا هيدي اسمها عملة رديفة رح بتكون عملة كيف في فيزيكال عملة على الأرض ورح تضلها تتداول لأنه اليوم مثل ما قلت بدي روح اشتري كيلو بندورة بدي اشتري كنزة بدي أعمل هول الأمور أنا ما في أعمل هيدا الشيء بقول له لك رح أعطيك 0.0003 بيتكوين طلع هيك شو كيف بدك تعطي ما هي ديجيتال للتداول بين الأشخاص إجبار يضل العملات الورقية ولكن عم نخففها لأنه اليوم كل ما خفت العملات الورقية كل ما خف الأول شيء الطباعة تبع العملات الورقية الخطر أنه اليوم مثلا واحد وقعد محفظته ضيع المصاري بينما خصوصا للتداولات الكبيرة العملات الكبيره والسرقه والى اخره هلا اليوم شو الاتهامات اللي بتتهم فيها بيتكوين وهذا شيء معهم حق فيها يمكن انه يمكن تكون مثلا لا عليت هالقد 15000 16000 هلا مع انه هلا اليوم رجعت نزلت للعشرة وهذا شيء طبيعي يعني بقول للعالم طبيعي بالاسواق الماليه الاسعار بتبلش بتعلى بترجع بتنزل بترجع بتعلى ولكن هم بدنا نعرف نحن كيف نتداول فيها سو بيجي بيقول مثلا فور اكزامبل انا هيدي العمله بدي احولها على غير عمله في كمان بين البيتكوين وغير عملة يقدروا يحولوها عليها. So, اليوم هيدي رح تكون عملة parallel للعملات البقية بدها تتسعر على شيء رح تتسعر على القيمة الورقية عير قيمة مثل العملة الورقية وسون اور ليتر يعني أول شيء برجع بتشكركم يعني هيدا الشيء عم ينعرض هون رح تتذكروا إنه من أول الأمور اللي انعرضت ونحكى فيها هي نحن اليوم بال 2018 أولا بال 2019 2020 2021 لما تدريجيا بتبلش تعتمد عملات معينة ببلدان معينة ببنوك معينة رح نوصل لمرحلة هيدا الشيء عادي انه انا اليوم اوكي حول لي 1000 دولار كيف اليوم في الفوركس او الفورين اكسشينج العملات الاجنبيه بيجي انا بحول من يورو لدولار اوكي بليز حول لي من يورو لريبل من كذا لهيدي عاده وبتداول فيها اونلاين بدي احجز تيكت اونلاين بدل ما احط لي كريدت كارد من الوالت تبعي كيف هلا بيقولوا تقدر في باي بال في فيزا كارد في ماستر كارد في وولت في بناخد ريبل بناخد بيتكوين بناخد كذا هون الكاردز عندهم مشاكلهم أكيد. أو وقت ما بيكونوا أبداً بأمان اللي منا موجودة هون لأنه نظام البلوك تشين إذا كان البوك كلوز يعني إذا أنت منك قادرة منه قادر هيدا اللي عم يعمل فيريفيكيشن على كل عملية بالعالم إذا منهم قادرين يشوفوا كل الترانزاكشن تبعك على الوالت من أول ما بلشت الوالت تبعك لهلا ما بتصير ما بتقطع العملية أبداً بتسكر دغري وهون لما بيكون شيء سنترالايزد بيكون عرضه مثل ما بيقولوا على اللبناني زعبره يعني في واحد يقطع في واحد يعمل لانه سنترلايز في قرار واحد لما بيكون ديسنترلايز بالعالم كله هذا الشيء بخليك تكوني مور سيف انه ما رح تقطع اذا ما كلهم وافقوا عليها هول المعينين رح تبقى على صعيد رجال الاعمال ويعني اصحاب الثروات الكبيره ولا بنظرك لا كل شخص رح يكون مهتم كل شخص مين ما كان هلا في مين ما كان هلا يقدر يشتري هلا اليوم بعد ما انا موجوده بلبنان علنا ولكن صار عندك عدد كتير كبير من اللبنانيين اللي عم يتداولوا فيها صار في جروبات لها صار في اشخاص عم يشتروا عم يبيعوا لأ ما تنسى نحن اليوم باوبن وورد بعالم مفتوح على الجميع يعني انا اليوم اذا بدي افتح حساب اليوم ببنك برات لبنان بسهوله عن سكايب بفتحه بيبعثوا لي دوكيمنت بمضيهم الكترونيكلي ببعث لهم اياهم سو اليوم اللي ما بيقدر يشتري من نظامنا حر اصلا يعني 100% واللي ما بيقدر يشتري من نظام مصرفي او شركات وساطه ماليه لبنانيه عم بيشتري من شركات وساطه لبنانيه خارجيه وعم بيملكها هلا بعدين لما بيقبلوا بلبنان هذا الموضوع بيجوا بحولوه على لبنان بس بيبقى انه يعني لازم نكون نفهم
نفهم شيء بهالموضوع لحتى نفوت عليه، لانه هلا من وراء حديثنا يروح كل واحد معه $1000 يعني يشتري فيها. لا لا اهم شيء هذه الشغله، هذه الشغله اللي صار لنا سنتين اوريدي عم نشتغل عليها على شيء اسمه ثقافه ماليه واستثماريه للشخص. اهم شيء ما يروح يكب مصرياته وين ما كان بلا ما يكون عارف لمين عم يعطيهم وشو هي. يعني بيجي بياخذ نصيحه، واللبناني صراحه بيحب النصيحه، اعطوني نصيحه بلا معرفه. لا، لازم تعرفوا شو هي وتاخذوا النصيحه وانتم تعرفوا اصلا شو عم تعملوا، شو عم تشتروا، شو خلفها. يعني اليوم اشتريت فور اكزامبل هالعمله، شو في وراها. عبد الله حرفوش خبير مالي واقتصادي، شكرا لوجودك معنا. شكرا جدا لكم للاستضافه طبعا. يا هلا، وقفه ونرجع نتابع لايف.